السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم الوجهة. حياكم الله، اليوم آخر يوم من هذا البرنامج وإن شاء الله الكل يوصل إلى وجهته. طبعا في البداية نذكركم برقم التواصل 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1، اتصلوا وشاركوا. طبعا احنا في انتظار مشاركاتكم وجوائزنا في انتظاركم انتم. خلنا نذكركم بشكل سريع بنظام البرنامج وشلون توصلون إلى وجهتكم. طبعا كالعادة عندنا خريطة قطر موجودة وعندنا طريقين، الطريق البري والبحري. الطريق البحري أسئلة خاصة بالبحر، أما البري طريق أو أسئلته خاصة في البر وأسئلة عامة. فلابيكم أنكم تركزون في طريقكم، تأخذون وقتكم في الإجابة وتركزون. أقولها لكم ألف مرة، ركزوا واخذوا راحتكم على أساس توصلون إلى وجهتكم. نبتدي معاكم طبعا دائما من مدينة الشمال، ونبتدي من الطريق البحري. دائما نطلع من مدينة الشمال وعلى الخور عندنا نقطة واحدة، وبعدين نكمل على الوسيل النقطة الثانية، أما النقطة الثالثة في فرضة الدوحة، والنقطة الرابعة في الوكرة، والنقطة الخامسة والأخيرة اللي هي أقصى الجنوب في خور العديد. أما الطريق البري بعد نبتدي من مدينة الشمال باتجاه قلعة الزبارة، وعندنا نقطة الأولى، أما النقطة الثانية موجودة في الجمالية. بعد ما نخلص من الجمالية نطلع على الشحانية، وهناك النقطة الثالثة، أما النقطة الرابعة موجودة في الكرعانة، وبعدين نكمل طريقنا على وجهتنا وهي النقطة الأخيرة والخامسة في أبو سمرة. فمشاهدينا أبيكم تركزون معاي، عندكم أول ثلاث أسئلة عندكم دقيقة للإجابة، أما السؤال الرابع أو النقطة الرابعة عندكم 30 ثانية للإجابة، أما السؤال الأخير والنقطة الأخيرة عندكم بس 20 ثانية للإجابة. شدوا حيلكم وركزوا واخذوا راحتكم. ونذكركم طبعا بالهدايا المقدمة من فرساي للمجوهرات، فرساي للمجوهرات والجابر للساعات. الله يوفقكم إن شاء الله. ونأخذ أول اتصال ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا مرحبا يا محمد، حياك الله. يا مرحبتين، هلا والله، سلامة بخير. وانت بخير وصحة وسلامة محمد. نبي أول شيء نشوف جدولك، شلون كان جدولك في العيد؟ والله أبد، قاعدين في البيت الله يحفظك. في البيت ما سويت شيء؟ ها ما سوينا شيء، مع الأهل قاعدين الله يعطيك العافية محمد. مع الحجر المنزلي وطبعا قبل رمضان وقبل العيد جاتنا الكورونا، الله يفكنا منها ان شاء الله، كلنا قاعدين في بيوتنا. ايش جدولك؟ ايش الفعاليات اللي تسويها في البيت محمد؟ والله رياضه شوي، رياضه شوي، ندش المطبخ نساعد الاهل يعني. الله يعطيك العافيه الله يعطيك. محمد عارف نظام البرنامج؟ اي نعم. زين، عندك طريقين البحري والبري، وانت بتروح البري ان شاء الله. ما تبي البحر؟ لا، اخترنا البري ان شاء الله. خلاص توكل على الله. فندق حق موترك سلف ونطلع من مدينة الشمال يا محمد. نطلع من مدينة الشمال على قلعة الزبارة ان شاء الله. وسؤالك يقول يا محمد، في اي سنة اسست كيوت اللي تكون معنية بقطاعي الاتصالات والكهرباء؟ في اي سنة؟ 1987 إن شاء الله. متأكد؟ متأكد إن شاء الله. وإجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا محمد، كانت في 1987. نكمل؟ نكمل إن شاء الله. نكمل، نطلع معاك من قلعة الزبارة على الجميلية. ويقول سؤالك، جاهز يا محمد؟ جاهز إن شاء الله. ويقول سؤالك، ما اللقب الذي يطلق على فريق الوكرة الرياضي؟ فريق الوكرة؟ نادي الوكرة، وش لقبه؟ شو اسمه؟ الموج ولا؟ هو فيه الموج الأزرق، ولكن نبي الأزرق. لا، نبي اللقب الأول الأساسي. فريق الوكرة. يلا يا محمد. الفريق سهل دامهم في الوكرة وقريب البحر، شو تتوقع اللقب؟ هل الجنوب؟ لا يا محمد. موج البحر؟ لا يا محمد.
تعرف الأول يوم كانوا يظهرون حق اللولو ينزلون بحر، من كان المسؤول عنهم؟ نواخذه. شلون؟ نواخذه. النواخذه، وإجابتك صحيحة يا محمد على آخر كم من ثانية أعطيتني الإجابة يا محمد، كفو عليك. محمد نكمل؟ نكمل إن شاء الله. نكمل، نطلع من الجميلية على الشحنية، وسؤالك يقول يا محمد كم عدد نسخ بطولة أكسون موبيل للتنس الأرضي التي أقيمت في قطر للرجال؟ كم نسخة؟ أكسون موبيل؟ أكسون موبيل بطولة التنس. ما في احتمالات دي ولا؟ يعني أنا أقول لك فوق 20. فوق 20؟ إيه. 22؟ لا لا، روح روح روح. 27؟ 27؟ اي نعم. من وين جبت الاجابه يا محمد؟ جوجل بعد كنت تعجبني صراحتك يا محمد. لا السؤال صعب يعني، وين؟ واجابتك صحيحه، اجابتك صحيحه، وكل الشكر حق جوجل يا محمد. نكمل؟ نكمل ان شاء الله. نكمل، نطلع من الشحانيه على الكرعانه. وعندك الحين 3 نقاط، والحين اذكرك عندك 30 ثانية للإجابة بس يا محمد. زين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا، يقول سؤالك في أي سنة بدأ العمل بمشروع مشيرب قلب الدوحة؟ في أي سنة بدأوا في مشروع مشيرب قلب الدوحة؟ هو جديد، هو جديد، بس أعتقد 2010. تعتقد ولا متأكد؟ متأكد إن شاء الله. متأكد؟ ترى أوقات جوجل يخون. لا لا، هو أنا كنت محتفظ بس 2010. 2010، وإجابتك صحيحة يا محمد. تستاهل، تستاهل يا محمد. نكمل، نروح النقطة الأخيرة. الأخير، نكمل إن شاء الله. نكمل، نكمل على الوجهة الأخيرة، ونطلع من الكرعانة على أبو سمرة. وعندك بس 20 ثانية للإجابة. جاهز؟ جاهز إن شاء الله، يكون سهل إن شاء الله. جاهز. ويقول السؤال ما المرتبة التي فازت بها بلدية الشمال في مسابقة تحضير المدن ضمن جوائز المدن العربية؟ السؤال بعد جزيلة بعد السؤال الأخير لازم. هو بين المراكز الثلاث ولا؟ بين الثلاث. يلا نقول الأول. تقول أي وين؟ الأول. وين؟ شنو وين؟ أي مركز؟ الأول قلنا؟ أكيد. إن شاء الله. أنت شو تقول، الأول ولا الثاني؟ أنا تعبت وأنا أقول لك وين، غير. الثاني. الثاني إن شاء الله. الثاني أكيد؟ أكيد أكيد. خلاص نعتمد؟ أعتمد. يعيد عليك مبارك، كل عام وأنت بخير، وألف مبروك. وأنت بخير. محمد، يا محمد تستاهل. ألف مبروك الوصول للوجهة، وطبعا ربحت معانا ساعة قيمة مقدمة من الجابر للساعات. ألف مبروك عليك بالعافية، وملبوس العافية إن شاء الله. الله عليك. عندنا محمد المتصل الأول وصل إلى وجهته عن طريق البر، ونشوف ناخذ اتصال ثاني من جاسم. جاسم السلام عليكم. سلام. يا مرحبا يا جاسم، من وين تكلمني؟ بالخريطيات. جاسم من الأخريطيات. جاسم، أول شيء عيدك مبارك، كل عام وأنت بخير. عيدك مبارك إن شاء الله. شلون كان العيد معاك يا جاسم؟ والله طيب تمام. جاسم شلون معلوماتك؟ زينة؟ زينة. حد معاك يساعدك ولا بروحك؟ أخوي ويا قاعد. أخوك معاك؟ إيه. والجوال معاكم ولا لا؟ موجود. موجود، لازم، أهم شيء. إن شاء الله أنكم ما تحتاجونه. إن شاء الله. زين، عارف نظام المسابقة؟ اي عارف. زين، عندنا طريقين بري وبحري، وين تبي تروح؟ البر. تبي بر؟ ايه. نروح البر يا جاسم. نطلع من مدينة الشمال على قلعة الزبارة، وسؤالك يقول يا جاسم جاهز؟ جاهز. وينك يا جاسم؟ معك. جاهز. جاهز؟ جاهز. يلا، وسؤالك يقول ما أول اسم حمله النادي الأهلي عند تأسيسه سنة عام 1950؟ نادي الأهلي إيش كان اسمه أول ما تأسس؟
الله يا جاسم. اي سنه؟ 1950 نادي الاهلي اول ما تاسس ايش كان اسمه؟ الله يا جاسم. احتمالات؟ جاسم احتمالات؟ عندك 30 ثانية، فكر 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 شوي، إن شاء الله نعطيك احتمالات. ها جاسم؟ النجاح، نادي النجاح. نادي النجاح؟ النجاح. من وين جت الإجابة يا جاسم؟ من أخوي. أخوك من وين جاب الإجابة؟ جوجل. متأكد؟ نعتمد؟ متأكد. وإجابتك صحيحة، نادي النجاح. طبعا نادي الأهلي كان اسمه نادي النجاح، عنده تأسيسه في 1950. نكمل كمل. نكمل يا جاسم، نطلع معاك من الزبارة على الإجمالية. سؤال الإجمالية يقول يا جاسم، مستعد؟ جاهز. ويقول سؤالك: أين يقع مركز قطر للمال؟ في وين موقعه مركز قطر للمال؟ في وين يا جاسم؟ الله يا جاسم. في الدوحة يعني؟ في الدوحة. إيه بس في وين؟ يعني تتوقع، أن تفكر شوي، مركز قطر للمال وين تتوقع بيكون مكانه؟ فكر وين تتوقع. الله يا جاسم. الكورنيش مثلا، في الدوحة الكورنيش. الكورنيش في وين؟ في منطقة الكورنيش؟ في الدفنة يعني؟ الدفنة يعني إجابتك؟ إي في الدفنة. نعتمد؟ إن شاء الله. وإجابتك صحيحة، يقع مركز قطر للمال في منطقة الدفنة. تستاهل يا جاسم. جاسم. نعم. أبيك تركز شوي، ترى الأسئلة سهلة، بس اللي عليك إنك تركز عشان تعطينا الإجابة على طول. أوكي. نكمل؟ كمل. نكمل، نطلع معاك من الإجمالية على الشحانية. ويقول سؤال الشحانية يا جاسم: في أي سنة جرى ترميم أبراج برزان؟ في أي سنة أبراج برزان؟ يلا يا جاسم. أبراج برزان؟ ما أسمعك. يلا يا جاسم، أبراج برزان. 2003. 2003؟ في 2003. أكيد 100%؟ 100%. ولا 200%؟ 200%. 200%، وإجابتك صحيحة يا جاسم، في عام 2003. نكمل؟ كمل. زين، نطلع معاك من الشحانية على الكرعانة يا جاسم، وسؤالك يقول: وعندك 30 ثانية للإجابة بس، جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ويقول السؤال: كم يبلغ عدد الأشتال المزروعة في الشحانية خلال عام 2019؟ كم عددها؟ توقع جوجل ما يجاوب. هاي يا جاسم. ممكن احتمالات؟ 10,000، 15,000، 9,000. يلا يا جاسم. مرة ثانية، 10,000 كم؟ 10,000، 15,000، 9,000. يلا الوقت الوقت الوقت. 15,000. 9,000 قلت لي؟ 9,000. أكيد؟ أكيد. وإجابتك صحيحة يا جاسم، تستاهل يا جاسم. جاسم نكمل؟ كمل إن شاء الله. هذا الحين خلاص ترى بتغلى المساعدات. إن شاء الله. يلا نكمل، نطلع معاك من الكرعانة على أبو سمرة يا جاسم، وسؤالك يقول، وهو السؤال الأخير وعندك بس 20 ثانية للإجابة: أين يقع مقر مصرف قطر المركزي؟ مصرف قطر المركزي في وين؟ الكورنيش. في الكورنيش، وإجابتك صحيحة، وألف مبروك يا جاسم، تستاهل. تستاهل يا جاسم. تستاهل يا جاسم، وألف مبروك، وعيدك مبارك، وجائزتك وعيديتك معانا ساعة مقدمة من الجابر للساعات. عليك بالعافية وألف مبروك يا جاسم، تستاهل. طبعا مشاهدينا، نذكركم بأرقام التواصل: 5 4 1 8 1 5 4
1-800-811-881 اتصلوا واحنا في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبإذن الله الطريق يكون سهل وتوصلون إلى وجهتكم. أما الحين نطلع إلى فاصل ونرجع لكم بعد شوي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونذكركم برقم التواصل 5-4-1-8-1 5-4-1-8-1 في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، من معاي؟ محمد معك. يا مرحبا يا محمد. محمد بخير. من وين تكلمني يا محمد؟ من الريان. من الريان، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. عليك تبارك ان شاء الله. شلون كان العيد معاك يا محمد؟ والله في البيت قاعدين. شوف عائلياتكم الانشطه يا محمد. والله قاعدين في البيت و بلاي ستيشن في المطبخ اقول محمد يا مرحبا. اشوف الشباب الحين دائما رايحين ردين على المطبخ، قاموا يتحدون بعض بعد في الطبخات. اي والله انقلبت لايه يا محمد، والله كله ضرب المطبخ. محمد عارف نظام المسابقه؟ اي نعم اي نعم. زين، عندك طريقين، طريق البري والبحري، وين تبي تروح؟ البحري. البحري، محمد من الريان يبي البحر. توكل على الله. توكل. توكل على الله ونطلع يا محمد من مدينة الشمال على الخور. جاهز؟ جاهز. جاهز. وسؤالك يقول يا محمد، ما هي أقدم جزيرة قطرية؟ يلا يا محمد، ما هي الجزيرة القطرية الأقدم تاريخيا؟ أقدم جزيرة يا محمد. ما في مساعدة؟ فكر شوي، عطنا الاسم يمكن تطلع معاك للحين في وقت. استافلية؟ لا لا لا، بعيد بعيد. الله محدد لي اسامي الجزر اللي تعرفها. والله الثاغلية بعد النخيل بعد بس. لا وين قديم محمد، اقدم اقدم من جزيرة النخيل. يلا انا اقول لك. أوكي. والله تساعدنا. شراعة ولا الاسحاط؟ شراعة. هذه اجابتك الاخيرة؟ والله والله يا محمد اسمع صوت الموج، ياخذك الموج. ايش رايك نعتمد؟ نعتمد جزيرة شراعو، واجابتك صحيحة يا محمد. والله يا محمد هذه بدايتها يا محمد. اي والله. كمل كمل اصمل ان شاء الله. نكمل كمل هنكمل نطلع معاك من الخور على لوسيل. يلا يا محمد جاهز؟ جاهز. ويقول سؤالك يا محمد، ما هي البشتختة؟ ما سمعت البشتختة. إيش؟ وش هي وش البشتختة؟ الله يا محمد سهل سهل السؤال. صندوق الخشبي. صندوق الخشبي، وإجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة يا محمد. محمد الإجابة من عندك؟ والله نبي الصج. مساعدة مساعدة. والله مساعدة من من؟ والله من زوجتي. زين الله يعطيها العافية. محمد عافيك. تفضل كمل كمل. نكمل نطلع من الخور أو نطلع من لوسيل على فرضة الدوحة. ويقول السؤال، كم يبلغ عدد الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر؟ كم عددها؟ والله مينار الرئيس يمكن، والدوحة ثلاث موانئ يمكن؟ ثلاث؟ تقريبا يمكن ولا أكيد؟ إن شاء الله أنه ثلاثة. إيه أكيد إن شاء الله. أكيد ولا يمكن؟
أكيد إن شاء الله. خلاص أكيد نأكد. إن شاء الله أكيد. وأنا أكد لك وأقول لك إجابتك صحيحة، ثلاث موانئ يا محمد. تستاهل يا محمد. نكمل. تستاهل خير. يكمل. نكمل نطلع من فرضة الدوحة ونروح الوكرة. عندها للوكرة ونشوف سؤال الربع في الوكرة. ويقول السؤال: في أي سنة بدأ نشاط السياحة البحرية في دولة قطر؟ السياحة البحرية في أي سنة يا محمد؟ 2012 يمكن؟ لا لا عقب 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 عقب. والله يا محمد كم؟ 16 في عام 2016 وكم؟ شهر يعني؟ يعني 16 يعني 2015 2016 ولا 2016 2017؟ 16 17 وإجابتك صحيحة. 2016 2017 إجابتك صحيحة. والحين عندك أربع نقاط يا محمد. والحين شوف محمد، إذا كملنا عندك بس 20 ثانية للإجابة. زين؟ إن شاء الله. زين نكمل. جاهز جاهز. نعم. ونروح نطلع من الوكرة على خور العديد. وسؤال خور العديد يقول: على ماذا تطلق كلمة وشار؟ وشار؟ إيه. الله يا محمد. فكر فكر فكر. يلا، هي تطلق على سفينة، بس سفينة جديدة ولا قديمة؟ ولا قديمة. قديمة؟ اي نعم. هاي محمد اكيد ان شاء الله. ولا ترى وصلت، ترى انت اخر شيء، خلاص ما بقى شيء. عطنا اخر اجابة. قديمة. جديدة؟ جديدة. تعبتني يا محمد. جديدة معك. جديدة خلاص؟ أكيد. وإجابتك صحيحة يا محمد، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. تستاهل تستاهل يا محمد. وعيدك مبارك. وطبعا عيديتك معانا وجائزتك ساعة قيمة مقدمة من فرساي للمجوهرات. عليك بالعافية وتستاهل وملبوس العافية إن شاء الله يا محمد. الله يخليك. طبعا ناخذ اتصال جديد ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا حياك الله، من معاي؟ علي جاز. علي؟ ايه. علي من وين تكلمني؟ من زغاوة. من زغاوة. علي شلون كان العيد معاك؟ خير الحمد لله. زين عايت ولا قاعد في البيت مع الاهل؟ قاعد في البيت مع الاهل. زين علي. هلا. شلونك مع الإجراءات الاحترازية؟ زين. ملتزم؟ ملتزم. منزل تطبيق احتراز ولا لا؟ منزله. إيه زين، هذا أهم شيء. علي حد معاك يساعدك؟ إيه معي أهلي. زين، عندنا طريقين بري وبحري، وين تبي تروح؟ بر. بر؟ إيه. أكيد. يلا نتوكل على الله. نطلع معاك من مدينة الشمال على قلعة الزبارة. وسؤال قلعة الزبارة يقول: جاهز يا علي؟ جاهز. يقول لك السؤال: في أي سنة افتتحت حلبة لوسيل؟ حلبة لوسيل متى تم افتتاحها؟ في أي سنة؟ الله يا علي. علي وين رحت يا علي؟ معك معك. والله مو معايا يا علي، ركز. يلا يا علي، في أي عام الوقت يمر؟ علي 2004. علي علي تسمعني يا علي؟ ما أسمعك. 2004. قصر لي أول شيء على صوت التلفزيون واسمعني من السماعة. 2004. زين، أول شيء قصر لي على صوت التلفزيون واسمعني من السماعة. قصرت. زين، إجابتك وش هي؟ 2004. متأكد؟ متأكد. 2004 وإجابتك صحيحة يا علي. علي نكمل؟ كمل.
نكمل نطلع من قلعة الزبارة على الإجمالية، ويقول لك سؤال الإجمالية وعندك دقيقة للإجابة يا علي. كم بلغ عدد زوار مكتبة قطر الوطنية خلال عام 2019؟ كم زائر في عام 2019 لمكتبة قطر الوطنية؟ يلا يا علي، يلا يا علي، فوق 500,000. علي يا كم؟ 600. فوق فوق 700 وكم؟ 677. لا مو ب 600، انت قربت، قلت 700 وكم؟ 700. صحيح، 700 وكم؟ 750. شوف انا السؤال بسهل لك اياه شوي، ايش رايك؟ أوكي. هو فوق 750,000، بس فوق 50، فوق 750 ولا تحت 750؟ قل لي إيه ولا لا. بس 762. كم؟ 762. جبتها بالضبط يا علي، ما شاء الله عليك. هذه الإجابة من وين طلعتها يا علي؟ طلعتها من جوجل. من جوجل، يعني أنا هني تعبت وأنا قاعد أساعدك يا علي. ها يا علي، 762,000 زائر. نكمل كمل نكمل نطلع من الإجمالية على الشحنية يا علي، وسؤال الشحنية يقول كم تبلغ مساحة منطقة الرويضة الأثرية الواقعة ضمن حدود بلدية الشمال؟ الحين جوجل يساعدك ولا لا يا علي؟ روني شلون. والله لا، قاعد اسوي الحاج، شوف انا. زين، كم المساحه؟ منطقه الرويضه الاثريه كم مساحتها؟ كم تتوقع؟ عطني توقعات. 240. لا، وين 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 وين؟ كم كيلو؟ كم كيلو متر مربع؟ كم تتوقع؟ بال 200. 200؟ ايه 200. يلا يا علي، 200. 200 وكم؟ 70. لا، روح تحت تحت تحت. 240. المنتج شو يقول؟ 2.5 ولا 2؟ ونص. 2.5. ايه، واجابتك صحيحة. يا علي، علي، هلا. وين رحت 200 يا علي؟ ليش رحت على 200 كيلو متر مربع؟ والله بس. يلا زين، كمل كمل. كمل. يلا يا علي، علي الحين عندك 30 ثانية للإجابة في الكرعانة. زين ان شاء الله. ويقول السؤال في أي سنة أنشئت بلدية الضعاين؟ في أي سنة بلدية الضعاين متى أنشئت يا علي؟ يلا يا علي، علي يا علي، ألماس ماس. في أي سنة؟ 1972. لا يا علي، ركز، عندك 3 نقاط. يلا روح للنقطة الرابعة. يلا، 2000، 2006، 2004. 2006. 2000 وكم؟ 2006. وكم يا علي؟ 2006. علي، غير يا علي. 2004. أكيد. ما تبي تغير؟ 2009. ما تبي تغير؟ ما تبي ترجع للإجابة اللي قبل؟ 2004. 2004، وإجابتك صحيحة يا علي. علي راح 2006، عقبها عود على 2004. ها يا علي، كمل. نكمل يا علي، نطلع من الكرعانة.
على ابو سمره. والسؤال الاخير وعندك 20 ثانيه للاجابه، جاهز؟ جاهز. كم يبلغ طول شاطئ سميسمة؟ شاطئ سميسمة كم طوله يا علي؟ شاطئ سميسمة. هاي يا علي، هاي يا علي، يلا يا علي، الوقت الوقت الوقت. 80 لا لا لا، ها بين السبعة سبعة 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 كيلو وشوي. يلا كم؟ سبعة كيلو كم؟ ونص. سبعة ونص؟ عيدك مبارك يا علي، وتستاهل، وألف مبروك الوصول للوجهة. تستاهل يا علي، تستاهل يا علي، ألف مبروك الوصول للوجهة. طبعا ربحت معانا وعيديتك معانا ساعة قيمة مقدمة من فرساي للمجوهرات. طبعا مشاهدينا، خلوني أذكركم بشيء، الهدف من البرنامج انه كلنا يعني نتعرف اكثر ونكتسب معلومات اكثر عن بلادنا، عن الاماكن اللي موجوده في بلادنا، عن سواء الاماكن السياحيه، الاقتصاديه، او حتى الاثريه. اذكركم برقم التواصل 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1، في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. اما الحين بطلع معاكم فاصل قصير، وبعدها نرجع نكمل باقي البرنامج، انتظركم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الوجهة. طبعا نذكركم برقم التواصل 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. طبعا عندنا محمد وجاسم ومحمد وعلي، كلهم وصلوا للوجهة. إن شاء الله باقي المتصلين يوصلون بدون أي مشاكل، بدون أي أجوبة غلط بإذن الله. ناخذ اتصال ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياك الله، من معاي؟ محسن سالم البارك. يا مرحبا يا محسن. محسن، أول شيء تقصر لي على صوت التلفزيون، تسمعني من السماعة. أوكي. معاي يا محسن؟ خلاص اوكي الحين؟ تمام تمام، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير يا محسن. وانت بخير، من العايدين من العايدين الفايزين. من السالمين والغانمين ان شاء الله يا محسن. محسن، شلون كان العيد؟ الله، داخل البيت. قاعد في البيت، ما طلعت؟ ما طلعنا. زين، محسن. نعم. منزل تطبيق احتراز؟ ايه منزل. زين، هذا اهم شيء، عارف نظام البرنامج؟ عارفين. زين، عندك طريقين، بري وبحري، وين تبي تروح؟ البري. البري. البحري؟ البري. البري، نروح معاك الطريق البري يا محسن. نطلع معاك من مدينة الشمال على قلعة الزبارة. جاهز؟ جاهز. حد معاك يساعدك؟ ايه معي اخواني. زين، ويقول سؤالك: كم عدد النقاط التي جمعها نادي أم صلال قبل توقف منافسات الدوري المحلي؟ كم نقطة جمع نادي أم صلال في الدوري؟ يلا قبل الله يوقف الدوري يا محسن. محسن، وين رحت يا محسن؟ جعلني فكر انت عشان اساعدك، عطني اجابه عشان اساعدك. عيد عيد السؤال، عيد السؤال. نادي ام صلال في الدوري كم نقطة محصل قبل لا يوقف الدوري؟ كم نقطة عن نادي ام صلال؟ 30. لا، وين 30؟ وين 30؟ لا لا لا، 20. 15. والله قريب قريب. ها ها يا محسن، 14. واجابتك صحيحة يا محسن، 14 نقطة عند نادي ام صلال قبل ما يوقف الدوري. نكمل يا محسن. نكمل نطلع من قلعة الزبارة على الإجمالية.
وسؤال الإجمالية يقول: يا محسن، ماذا تعني كلمة برزان؟ برزان إيش معناتها؟ كلمة برزان؟ نعم. الله يا محسن، برزان إيش معنات برزان يا محسن؟ كثير المبارزة. لا 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 لا، وين؟ بعيد بعيد، جابتك بعيدة يا محسن. الله يا محسن، عطنا إجابة ثانية، فكر فكر يا محسن. برزان إيش معنات كلمة برزان؟ إبراهيم للرئيس العراقي. لا لا لا، إيش تعني الكلمة؟ الكلمة إيش معناتها؟ كلمة برزان إيش معناتها؟ الموقع المرتفع ولا المنخفض؟ الموقع المرتفع. المرتفع أكيد؟ أكيد أكيد، وإجابتك صحيحة يا محسن. محسن محسن، هلا. أنا بتحدى معك تحدي، إيش رأيك؟ شوف، الشباب اللي فوق يقولون إن أنت يمكن ما تكمل، أنا أقول لهم محسن بيكمل، تكمل ولا لا؟ بكمل بكمل. لا توصل، أنا أقول إنك توصل حق وجهتك. إن شاء الله نوصل. نتحداهم؟ نتحداهم إن شاء الله. يلا نكمل، نطلع من الإجمالية على الشحانية. يلا يا محسن، جاهز؟ جاهز جاهز. ويقول السؤال: ما هو الاسم القديم لنادي مسامير؟ نادي مسامير؟ ايش كان اسمه؟ قصر لي بس شوي على التلفزيون يا محسن، اسمعني من السماعة. طيب طيب، اسم نادي مسامير القديم شو اسمه؟ النهضة الرياضية. النهضة؟ ايه. وإجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا محسن. محسن، نعم. الحين كم نقطة عندك؟ الحين ثلاث نقاط. وبقي لك نقطتين يا محسن. يلا عاد أبيك شد حيلك يا محسن. يلا نكمل؟ نكمل. نطلع من الشحانية على الكرعانة، ويقول سؤال الكرعانة يا محسن: جاهز؟ جاهز. وعندك 30 ثانية بس للإجابة. ويقول السؤال: كم بلغ عدد الكتب المستعارة من مكتبة قطر الوطنية في عام 2019؟ كم كتاب؟ قصر لي على صوت التلفزيون يا محسن. قصر قصر. يلا كم كتاب؟ فوق 500,000. يلا روح، يلا عندك 10 ثواني. 500,000 فوق 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 فوق. يلا 600,000 روح 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 فوق 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 فوق. 700 وكم؟ 700 وكم؟ 700 وكم؟ 750. ها؟ 50 يا محسن. 30. زين محسن. نعم. انت شفتني انا اشرت لك صح ولا لا؟ صح. زين انا قلت لك هني كم؟ انا بعيد عن التلفزيون والله ما اشوف، وانا اسمع صوت التلفزيون. زين محسن 700 وكم؟ يلا عطنا اخر اجابه. 700 وكم؟ ايه اخر اجابه. مو ب 50، 70 ولا 60 ولا 80؟ 70. كم؟ 70. 700 وكم؟ 80. 700 وكم؟
780. زين 780، بس وش هم 780؟ السؤال ايش كان؟ 780 كتاب. 780 كتاب مستعار، واجابتك صحيحة. طبعا الإجابة كانت 780 ألف كتاب مستعار من مكتبة قطر الوطنية في عام 2019. محسن. نعم. نروح النقطة الأخيرة. نروح ونطلع من الكرعانة على أبو سمرة، ويقول سؤال أبو سمرة وعندك 20 ثانية للإجابة يا محسن. جاهز؟ جاهز. يقول السؤال: ما نوع الشجر الذي زرع العام الماضي على مداخل طريق الشحانية السريع؟ شنو الشجر اللي زرع على طريق الشحانية السريع؟ يلا يا محسن. شجرة معروفة اسمها معروف. السدر. وإجابتك صحيحة، ألف مبروك، ونقول لك كل عام وانت بخير. تستاهل يا محسن، ألف مبروك، كل عام وانت بخير، وعيدك مبارك. وطبعا عيديتك معانا ساعة قيمة مقدمة من الجابر للساعات، تستاهل عليك بالعافية يا محسن. عندنا اتصال ونقول السلام عليكم يا لطفي. عليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله يا لطفي. الله يكرمك، كل عام وانت بخير. يا مرحبا وانت بخير وصحة وسلامة. من وين تكلمني؟ الله يحفظك. من منصورة. من؟ شلون من منصورة؟ نعم. الأصلية ولا؟ نعم. زين. عارف نظام المسابقة يا لطفي؟ نعم. زين، عندك طريقين، بري وبحري. تمام. بحري أسئلة خاصة بالبحر. حلو. وطريق البر اسئله عامه واسئله عن البر. وين تبي تروح؟ اوكي، نروح البر ان شاء الله. ما تبي البحر؟ البر ان شاء الله. زين، انت من وين يا لطفي؟ انا من مصر. من مصر؟ نعم. روح البحر، فسيخ وحركات و... شمن زين. يلا البر. ايوه يلا نكمل، نروح نطلع معاك من مدينه الشمال على قلعه الزباره. تمام. سؤالك يقول، سؤال الأول: في أي سنة أسست بورصة قطر؟ بورصة قطر في أي عام تأسست؟ في أي عام؟ 2001؟ لا لا لا، قبل. يلا يلا يا لطفي. 98. قريب قريب قريب. يلا يا لطفي. يلا يا لطفي. 1997. أنا 97؟ نعم. وإجابتك صحيحة. إجابتك صحيحة يا لطفي. نكمل. تمام إن شاء الله. نكمل، نطلع من قلعة الزبارة على الإجمالية يا لطفي، وعلى النقطة الثانية. والسؤال الثاني يقول يا لطفي: كم بلغ عدد محطات الشحن بالطاقة الشمسية التي ركبت بالحدائق العامة بالشمال في عام 2019؟ كم محطة؟ المحطات كم محطة؟ وقصر لي على صوت التلفزيون يا لطفي. حاضر إن شاء الله. 9 ولا 10 ولا 11؟ 9 ولا 10 ولا 11؟ وخير الأمور وين؟ 10. وإجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا لطفي. لطفي. نعم. نكمل. نكمل إن شاء الله. نطلع من الإجمالية على الشحانية يا لطفي. تمام. ونشوف سؤال الشحانية شو يقول. ويقول سؤال الشحانية يا لطفي: في أي سنة افتتح متحف قطر الوطني في حلته الجديدة؟ متحف قطر الوطني. سهل سهل يا لطفي. 2008. يا لطفي يا لطفي ركز. لا سوري، متحف قطر الوطني. طيب. إيوه، متى افتتح؟ 2018. كم؟ 2018. يا لطفي متى توا يعني؟ يا لطفي يا لطفي ماشي. 2018 يا لطفي. فوق كم؟ 19. 19. وإجابتك صحيحة. نعم. يا لطفي. لطفي نكمل. نعم نكمل، ونطلع من الشحانية على الكرعانة يا لطفي إن شاء
شاء الله. سؤال الكرعانة يقول وعندك 30 ثانية الإجابة، أين تقع قناة كارتيه؟ نعم السؤال مرة ثانية، أين تقع قناة كارتيه؟ كارتين؟ كارتيه. كارتيه إيه، قناة كارتيه في وين؟ في أي جزيرة؟ يلا لا دي بعيدة شوي. يلا نقرب شوية. هي قناة مائية يا لطفي، في آسيا ولا أفريقيا؟ هي لا في قطر يا لطفي. في قطر. في قطر. في قطر. قناة في اللؤلؤة. في اللؤلؤة، وإجابتك صحيحة يا لطفي. لطفي وين وديتنا يا لطفي؟ أنا ثاني مرة بجيب لك سؤال عن النيل يا لطفي. الله يخليك. يلا نكمل على آخر سؤال إن شاء الله. نروح معاك أبو سمرة يا لطفي. طبعا. وعندك 20 ثانية للإجابة. أوكي. يقول السؤال، ما اسم المشروع الصحي الجاري إنشاؤه في حرم مستشفى الوكرة؟ المركز شو اسمه؟ مركز إيش يا لطفي؟ مركز لرعاية الأطفال. مركز هو على اسم شعار القطرية. يلا المركز القطري؟ لا لا، على شعار القطرية ايش؟ مركز المها. مركز المها، واجابتك صحيحة، الف مبروك. الله يبارك. تستاهل يا لطفي، والف مبروك كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير. ألف مبروك. طبعا ربحت معانا وعيديتك معانا ساعة قيمة مقدمة من فرساي للمجوهرات. ألف مبروك. بارك الله فيك. وتستاهل. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الوجهة، ونقول لكم اسمحوا لنا على القصور، واستمتعنا معاكم في هذه الأيام المباركة والطيبة، وإن شاء الله الله يعود علينا وعليكم بكل خير وصحة وعافية إن شاء الله، ويجمعنا معاكم على خير. في أمان الله.